أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا من سكان الطائف وفكرت بالعمرة أكثر من مرة ولم أجزم، وذهبت إلى مكة لزيارة أقاربي وأردت أن آخذ عمرة، فهل آخذها من مكة أو أرجع إلى الميقات؟ العمرة ما تؤخذ من مكة، العمرة تؤخذ من الحل خارج الحرم، تخرج إلى خارج الحرم وتحرم من الجعرانة، من الشرائع، من خارج، يعني خارج الحرم، ولا تحرم بالعمرة من الحرم. أقصد بالشرائع اللي يحرم منها للعمرة شرائع المجاهدين، ما هي الشرائع القريبة من مكة، شرائع المجاهدين خارج حدود الحرم. نعم.